يا سيدك يا بن سيدك، الجماعه هوني كلاو وشربوا الحمد لله يا ربي شيخ وتفرهدوا. دونك لو قايد هذايا وقايد ميديا ماغ. ميديا ماك عروستنا بونجور بونجور. صباح النور صباح النور. بما انه البارح حرقني الاخر في بالي باش نقول جي موان سي جي موان كان جي وين وصلت في التحضيرات. سافا كملوا بسم الله عليك. جات تجري جات تجري جات كانت خلص في الحجامه. ليه كانت في بومنديل ولا حاجه خديت فرك الفرش هذاك نتاع بيت النوم وكله كيف زيت. ما تفهمش انا الامور هذوما. ما تفهمش؟ ما نعرفهمش مش ما نفهمهمش. انت تعطي فلوس ويمشي يقضيوا لك ولا كيفاه؟ والله يتصرفوا. زهره مخنوقه منها الحكايه ذي. يتصرفوا فك عليا ما يهمنيش. انا عندي تو شنو عندي تو شنو عندنا اليوم؟ ميديا ماك يلا ميديا ماك الاخبار اش عندي؟ في الاخبار اليوم ميديا ماغ دونك باش نرجعوا الاهم اللي صار خاصه البارح باش نبداو مع اذاعه المنستير. اكيد كلكم سمعتوا بالاخبار اللي راجت والتحقيق اللي تحل. اول حاجه حبيت نقول انه اتصلنا باذاعه المنستير باش يفسروا لنا الحكايه شنو اللي صار وبالطبيعه عرفتوا اللي هما يتدخلوا قالوا ما نجموش نحكيو توا حتى لين نكملوا التحقيق. فوالا بداوا في التحقيق اليوم قالوا عندهم لجنه باش يبداوا يحققوا في الموضوع هذايا ومعنا ما نضيفوا بخلاف اللي كنا حكيناه ونشرناه على صفحة الرسمية متاعنا. البارح الحكاية بدأت من إذاعة المنسير في برنامج الرأي والرأي المخالف مع عليا الرحيم ومحمد أمين السيدي اللي قالوا اخترنا موضوع 3-1 ديسمبر 2020 سؤال ينجموا العباد يدخلوا ويجيبوهم عليه بتليفون هل أنتم مع أو ضد تدخل عسكري لإنقاذ البلاد؟ هذا السؤال اللي زعزع الدنيا البارح. وي معناتها مسكين كوميونيتي مانجر اللي كتب عليك خاطر هي الواحد ما فيش ماهيش واضحه جمله كيكه مطيشه ملوحه نفسها. لا شفنا برشا ستويت من بينيتهم نور الدين البحيري اللي بارتاج هذايا على صفحه رسميه نتاعو وقال رساله عاجله الى السيد رئيس الجمهوريه بعدما تردد من ان برنامج في احدى الاذاعات الوطنيه اذاعه المنسير محور السؤال نتاعها للمستمعين مع او ضد انقلاب عسكري لانقاذ البلاد وقال بصفتكم انتم حامين للدستور والشرعيه ووحدة البلاد ندعوكم للتدخل العاجل دفاعا على سمعة مؤسسات الدولة والهيبة نتاعها. الإذاعة التونسية ما قصرتش دخلت بالوقت وكانت جاوبت وقالت إيقاف مديرة إذاعة المنستير ومسؤول البرمجة والمنشطين عن العمل وفتح تحقيق في الغرض إثر خروج برنامج الرأي والرأي المخالف عن الخط التحريري للمؤسسة. هي علاش ما ياخذك ما تاخذيت امبلور كبير على خاطر اذاعه المنستير اذاعه معناتها وطنيه نتاع الدوله فهمت؟ اي بالطبيعه مرفق عمومي مرفق عمومي ديما عنده خط تحريري ما يلزمكش تخرج منه. انا يظهر لي الجمله معناها ناقصه ماهوش ما وصلناش حكايه انقلاب ولا انقلاب. يظهر لي تدخل قصده حسب ما انا فهمت وحسب ما قريت يمكن تدخل العسكر في فض الاعتصامات ولا في معناها فما ولا الكورونا ولا فما جملة ناقصة. المهم هما قاعدين يحقوا معاهم توا ان شاء الله ربي معاهم وسلكوا. بلا سامح ما تبغيش سمعنا حاجات ما اكثر من هكا من المعارضين وفي مجلس نواب وسمعنا فريمون دي كاتاستروف. يا دي انا قبيله بعد عليه في الاوف قلت له انا ماذا بي يخرجوا معناتها يصارحونا فهمت. قلنا راهو الامور مش ماشيه وكها انا نشوف ولا انا قاعدين نشوف بلادنا هكا كانت عايشوا الكل مع بعضنا وجاونا به نعطيو لبعضنا نعطيو اللي بشي عارس نعاونوه نقفوا معاه نمشي نقضيو مثلا نقص عليه القضيه شويه حاب نمشي نجيب كناستروات من بعد ما فهمت حتى نعاونك اختي الكبير. اسمع انت عرست وتعرف عندك خبره. صحيح ابدي الكلاش تو ابدي الكلاش ويني الاخبار اعطيني الاخبار. نكملوا مع سميح مفتاح بعد مده قصيره اللي هي 3 أشهر تقريبا من توليها لمنصب مستشاره رئيس الحكومه يتخلوا عليها في المنصب هذا. هي هبطت ستاتيو البارح قالت القصبه اما بعد تجربه تنتهي اليوم من داخل اسوار القصبه وباش تجيب بعدها اكيد تجارب جديده في الحياه. وقالت انا خليت مشروع مازال ما انتهيش نتمنى اللي باش يجي بعدي يكمل في المشروع هذايا كيما زاد الحكومه اللي عندها مشروع مازال قاعد متواصل ومازال قاعد يكمل. حكيت زاد على بعض الانجازات اللي قامت بهم في 3 أشهر قالت بعد 3 أشهر حاولت نحقق بعض يمكن المكاسب ومن بيناتهم سعيده بتوفير 5000 دينار مبلغ تعويضات المؤسسات الاعلاميه والعاملين بالقطاع المتضررين من الكوفيد بعد انتظار 9 أشهر. قالت زاد سعيده بفتح باب تفاوض من جديد مع نقابة الصحفيين وحكيت على مجموعة من النقاط والأعمال اللي هي قامت بهم وقالت نتمنى اللي يجي بعدي يكمل في نفس الثنية هذه. ومن بين الأسامي المرشحة للمنصب هذا محمد بوغلاف. وعلاش استقالتي؟
استقالت ولا تخليوا عليها؟ هذا اللي ما نعرفوش. وحسب الاخبار اللي دارت انه استغنوا عليها لبعض الاخطاء اللي خرج انه هي استقال. تليفونها مسكر دونك انا راهو بصراحه معلومه هي سمعت اللي هي باش تعطي المعلومه من بعد مديده اخرى معني يمكن خير تسكت توا تتر عندها دي انا جوست جو فوا لي شوز اوترومون معناتها علاش اي عبد كي يبدا عنده بوست ما يتكلمش من بعد اون فوا يستقيل ولا يخرجوه ولا بو امبورت يصير يولي يعمل بوست ما عنده واجب تحفظ هذاك عليه رئاسة حكومة اي يعمل باساسيون اي مش دار ثقافة راه مديرة خرجت معناها بسلامة راه النادي نتاع المسرح ما مشاليش ونادي موسيقى ما فيش آلات فما اسرار المال واسرار الوزارة وكل شيء ما تنجمش تخرج هكاك تحكي كان تخرج وتحكي تلوموا عليها لا ما تحكيش اي هاي ما حكيتش ها تو تحكي عاد جاي ميت تخرج من الستاتيو نتاعها نتاع هي كانت في رئيس الحكومه باس باش تحكي عليها شو خرجت غامضه الامور اذا نكملوا مع برنامج لمن يسر فقط البارحه على قناه 9 مع نوفل الورتيني اللي كان حاضر معاه علي الشابي اللي حكى على برنامج جديد اللي هو باش يكون المنتج فيه باش تقدمه ريهام بن علي باش يتبث على قناه 9 واعلن البارح انه البرنامج هذا باش يكون حاضر البث تقريبا بعد 15 يوم اسمه انستنف. الانتاج بسيط خاطر امكانياتك بسيطه. لا مش انتاج بسيط خويا تشوف تروح ترو كاميرا معناتها عباره على ريجيم تنقله الروبورتاج لبرا والروبورتاج لو جرون جاباري معناتها مش 10 دقائق نحكي على 45 دقيقة سي با فاسيل ايميسيون معناتها فيها مقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي ريت اللي ترفيه في الريزو سوسيو الكل بشتراه في انسنف سي با فاسيل واوف خدمة روبورتاج دي ماركتينغ بوبليسيتي عادة برشا هجموك سيرتو الانستغرام زيت قالوا باش يفك لنا خدمتنا ويعمل لنا الاشهار في التلفزة معناتها باش يفك الخدمة نخدموها احنا على انستغرام باش يردها في التلفزة هو ما راهو شيء وراهو اللي فما حاجة تفكت لهم اولا الساعة مجالهم مش مجاني انا مانيش انستغرامر ولا اوز انا منتج مضمون البرنامج ما قلتوش بار ديتاي تخشوا من شنو اخي رزق السيد الوالد انستغرام هو ولا فيسبوك انا ما فهمتش شنو البرنامج هذا ماينا بيدي قال باش يكون فيه برشا اشهار وباش يهز الانستغرام للتلفزه اما ما فسرش قال راني ما عطيتكمش الاسرار الكل والمعطيات الكل نتاع البرنامج طرح الاسئله اللي ضحكني راهو معناتها البلوغوز وانستغراموز تقلقوا قالوا باش تفك لنا خدمتنا ما سامحني راني نتبع في الانستغرام الناس كل عمري لا ريت واحد يتشكى اول حاجه ثاني حاجه معناتها بكل احتراماتي والله نقدروا برشا انه في الورتيني معناتها كم معناتها كم مقدم برامج ومناشط وصحافي معناتها كارير وسبقت مي نحسوا عنده مشكله كبيره مع لي انستغراموز ولي انستغرامور ولي انفلونسر ما نعرفش من قصه وقت رئاسه الحكومه مع راي ابو عليق وبلقيس القصوري ما نحسوا ما متقلق ما نفهم ديما فما ان بروبليم علاش متقلق بالك شي يتسائل انا بيتي تسالت وقت اللي مشاو لي انستغراموز والدنيا هذيك مشاو رئيس الحكومه انا بيتي استغربت قلت معناها فما ناس عاملين عندهم شهائد عليا وكبيره وعندهم مشاريع وعندهم اختراعات اخترعوا حاجات وما عيطولهمش باغ كونتخ لي انستغراموز عيطولهم دونك شنو هو زعما ما وراء ذلك ما وراء ذلك هل هو باش يقول لنا راهي هذيا خدمة جديدة مثلا هذه ينجموا لي جون اللي ما عندهمش خدم ما عندهمش مستقبل ما عندهمش شهادة ولا اللي عنده شهادة ينجم يخدم راهي خدمة هذه دخل فلوس وإلا حاب يقول لك راهو هذوما أهم ما فما في البلاد برشا تسائلوا راهو يوسف نهار اللي جابهم يا وجب نرجعوا الحكايه صارت قبل لما نهار اللي جابهم هو رئيس الحكومه راه ما مشاوش وحدهم في دوز انستغرام ما قلتش مشاو وحدهم العباد اللي تحكي عليهم انت شباب وقرا على روحه وعملوا دي زابليكاسيون وكل شيء مشاو معاهم هما الوقت الموضوع تقلب عليهم هما كيفاش هذوكم الزوز وانا نثبت على نوفل الورتاني في برنامج وقتها قلت لك بكل احتراماتي لي دار قالتي واحده منهم ما عندهاش الباك معناتها عباره كي ما عندكش الباك انت انسان فاشل ما انت ريت طرح انا نحكي لك على الطرح الموضوع معناتها لي انستغرامور متقلقين منك عبيت تخدم على رويحها راهو وليت مهنه ابارونتير عبيت تخلص عندها باتين اي مادام فما مهنه سيكو باش يتقلق اذا كان انت تدخله في مهنته حسب ما انت فما فرق فما بعد راهو بعيد برشا ما بين التلفزه والانستغرام راهو عند حتى امور ماركتينغ وكوميرس وكل شيء بعاد على بعضهم راهو بعيد برشا معناتها باش تعمل برنامج على انستغرام في التلفزه سي انتريسون فمش علاش انه انستغرامر 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 باش تتقلق معناتها
معناتها تطرح السؤال هو اللي يخلي انسان يخمم اللي معناتها فما عباد عندها مشكله مع سو نوفو ميتي اللي هو الانفلونسور. هي كل حاجه جديده راهو يلزمنا نفهموها نعرفوا تفاصيلها ما عليه مش معناها فما مشكل خليها تتفهم خليها تتعرف. واجهة نعطيك حكايه معناتها سهله على الاخر. اي انستغرام منهم عبدو لل اول ما بديت اول ما جابوني في لي ميديا يسالوني اول سؤال يسالوه شنيا قداش تربح في قداش تدخل فلوس في الشهر. هذا السؤال اللي ديما يسال علاش اسالني شنو نعمل يعني في خدمه يعني الكونتينيو نتاعي شنو اللي تسالني شنو قداش نخلص فلوس مش مهم معناتها انا قداش معناتها علاه ما ندخلوش شنو اضافتي شنو اضافتي بالشاب كيفي انا كيما بديت انا الكلنا بدينا بدي مويان راهو صغار على الاخر معناتها ومن بعد كبرنا بشوي بشوي باش يتشجع ويكون عنده اوداس انه سي دي نوفو ميتي لازم اون لي زاكسيبت معناتها فهمت هذيك هو معناتها كيما نقول لك بكل احتراماتي للشخص بالطبيعه بالطبيعه اي بالطبيعه ما يخفاش اما طرح السؤال السؤال معناتها زيد على مش استفز وكشكش منه زيد علقت انت من استنف ما زلت ما شفتوش البرنامج وبرا وحتى كان عامل الاسم يتصرف هو انستغرام كان عنده الحق يستعملوا الاسم ولا مش هذا نشوف هذا نشوف شنو 15 يوم اخرين نورمالمون جمعتين نجموا نشوفوا البرنامج هذا على قناه التسعه مش هذا البرنامج الوحيد اللي باش ينتجوا على شيبي خاطر قال راني قلقت من البرامج الاجتماعيه وقلقت من تقديم زاد عندي ما نقول لك هذيك علاش اختار اللي هو يمشي للانتاج حكى على برنامج اخر جديد واللي هو مراه وخمسه رجال باش تقدموا زاده ريهام بن عليا برنامج اللي نحب نقولوا لك مراه وخمسه رجال سيدي تولك شو تولك شو ملخبط بالمقلوب فيه لي كرونيكور كلهم رجال والمراه هي المنشطه في شنو باش يحكيو باش يحكيو في حكايات نسائيه كاريمون كيقول جو دي بيان حكايات نسائيه حكايات نسائيه انا واحد من الرجال مانيش انا واحد من الرجال بون راجل دون شك متفقين فيه اما في الاستوديو خلي المقاربه دي نحكيو هل انت واحد من الرجال الحاضرين في الحصه مش هل انت ما نعرفش مانيش نحكيو على رجولتك لا لا ما عندك ما تشكك اي لا لا بيان سور علاش لا انا جي مونسيوني معناتها المفهوم الراجل له الفحوله انت وحدك تقلقت راه ما كملت صدق شبيك انت لا جوست حبيت نقول لك قلت مراه وخمسه رجال مش بمعنى الرجل الفحر راهو نو 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 اي لا لا بيان سور المواضيع المطروحه هي مواضيع اسونسيلمون نسائية باش يحكيو فيها الرجال فوالا سيتي بروميير كو ميم على تيلي تصور باش يحكيو كان نحكي لك المواضيع تسمعوا ضحكتو هذا البرنامج الثاني اللي باش يحضروا على الشيبي مراه وخمسه رجال كانوا سالوهم يشبه شويه البرنامج تقدم على قناه نسمه اللي هو ممنوع على الرجال والا لا قال لي ما عنده حتى علاقه بالبرنامج هذايا وباش تشوفوا مواضيع جديده ومهمه برشا تهم النساء والرجال زاد ينجموا والله سي انتيريسون مزيانه الفكره انا عجبتني على محلوه معناتها تصور باش صحيح سا ديبون من الكونتوني سا ديبون من الرجال اللي في الطاوله الكونتوني والرجال اللي في الطاوله صحيح فما راجل وفما راجل انا الحقيقه هذايا رجال ونساء ومواضيع تم نساء ومواضيع تم رجال انا عندي 100 سنه المنطقه هذايا ما نحبوش بالحق هذايا انك تعمق الاختلاف هذا وكانه المراه عندها حاجات مختلفة وعندها درشنو وعالم آخر تي إنسان وكائن هاي معاك تخدم هاي معاك موجودة هاي معاك حكاياتها معناها شنو هو الشيء اللي نجم يكون كما قال هو يضحك ياسر خاص بنسي وما نجمش يكون الرجل عايشه هات نشوفوا هذا في البرنامج اللي باش يقدموا باش يقدموا هو قال ولا لا لا هو المنتج ريهام باش قدموا كان سالوا دايغ نوفل قالوا علاش اخترت ريهام بالذات وعلاش اكتشفتها توا بعد اللي كنت معاك سبع سنين في عندي ما نقول لك قال هي من بين الصحفيات اللي عندهم ما يقولوا في رواحهم وكانت معاده في برشا برامج اللي خدمت فيهم دونك والصحفي تعدى بمراحل دونك هذيك علاش توا نشوفها اللي هي يلزم تقدم البرامج وداير حتى في حوار قديم ليه قال ما عندوش برشا قال ريهام من احسن الاعلاميات اللي باش يكونوا موجودين على الساحه في الايامات الجايه بعد زوز برامج هذوما. تو كونفيرم طفله بالرسمي كومبيتونت على الاخر معناتها نتصور معناتها باش تترشق بالكدا كان تمشي في عندها برشا من اللي بدات وقعدت تمس في حاجات صحفية مهمه وهي صحفية موافقه ان شاء الله. نرجع الموضوع اخر خرج من هوني من اي اف ام في برنامج الدوامه مع محمد الخميسي كنت حاضره مع ثريا العمري هي صحفيه انستغرامز زيد هكا تم تقديمها وتقدم في برنامج اسمه ايه وحكايه على قناه اي شفتوا فوالا سالها خميسي برشا سؤالات من بيناتهم قداش تخلص على انستغرام سحري بحري قالت الشهر التعيس نخلص فيه 4 ملايين على انستغرام والله
ومن بين الأسئلة تحضر مع سمير الويفي في واحد من البرامج نتاعه ولا لا؟ قالت ما نحضرش معاه وما نشرفش لينا نحضر معاه. بيان سور سمير الويفي بين قوسين ما شافاش وجاوب كالعادة على الكونت نتاعه فيسبوك في ستاتيو قال انا ما نعرفهاش ومذا بيا لو كنت قدم لي روحها قبل عرفني بروحك كي مواطنة فيش قاعدة تبيع على خاطرين حتى الخضار اللي نقضي من عنده اللي نحترمه برشا يرفض يحضر في برنامجي وانا بيدي نرفض نحضر في برنامج اوبرا ولو كنت تطلبني مونيكا بلوتشي ما نهزش عليها التليفون. من بعد قال كل مره تطلع لك وحده لبسه خي تتناقش وتسب وتجلطم وتجاوب وتولي مرض في عركه تافهه نتاع حمام ما عليش جاوب علاش والسؤال هو المطروح عليها علاش السؤال علاش معناها علاش سمير الويفي بالذات خاطر باش نحكي عليها اليوم تحضر والا ما تحضرش علاش ما انا ناقشك على حضور في ايميسيون قلت فيه كلام معين انا باش ناقشك على الكلام هذاك معناها انت كي تسالها علاش معناها بروفوكاسيون على السؤال هذا جابتها اللي هي ما تحضرش مع سمير الويفي ما تحبش تحضر معه اللي هو استفزوا برشا وسمير يظهر لي ديما يجاوب ما يفلت حتى شيء دونك كاينو اي كلمه صغيره مهمه برشا تستحق منه ستاتيو طويل ياسر قريت لكم منه شويه كهوينا انا نحب نفهم علاش يجاوبوا علاش سمير الويفي علاش تجاوب نحب نفهم انا بالحق والله علاش هبط المستوى ليكزامبل معناتها بالرسمي ليكزامبل في الحكايه هذه وقعد مع شو في نظر العباد معناتها وين هو الراجل سامي الفاهري اكثر انسان ياكل على راسه وما يجاوبش الراجل جمله كاين ما يسمعش كاين ما يسمعش تو انت تجاوب في انسان تو المراه ربي عينها وكل شيء اما تحب ولا تكره سمير الويفي قدامها هي ما فهمت معناتها هو كارير معناتها وين تجاوب فيها خليها هي تحكي اللي تحب معناتها ولا يعطيكم الصحة يا سيدي بارك الله فيكم جيجيت مازال عنا خبير خبير وحيد أي. هو اليوم هي ذكرى إلغاء العبودية حبيت نقول لكم تنجموا تدخلوا الأجي بلوس عربي تشوفوا بعض الأرقام اللي تخوف خدموا تحقيق صغير يمكن نجموا نسميه هكية لموا فيه الأرقام حكيوا فيها على الرق الحديث وقالوا اليوم 40 مليون شخص حول العالم هم ضحايا ما يعرف بالرق الحديث 71% منهم هم نساء وفتيات تنجموا تشوفوا الأرقام هذه على خاطر بالحق تخوف يعطيك الصحة ميرسي بوكو جيجي تفلفلت لنا القاعدة الكشكشو خرجت يوسف بوغليب من داخل بوغليب من داخل من داخل بوغليب يا سيدي نحن ما زلنا مواصلين معاكم توا 11 وقت الميتيو ما نعرفش هذول الجماعة عاملين مقرفين جماعة الرصد الجوي les ingénieurs comme Garvin entre autres donc les ingénieurs donc احنا جبنا من فرنسا الاخبار هذه واش ما نخيروش متيو تاع عمناو متيو عمناو